هذا كفته ولا ذا؟ أبوك البلشة طفى الجهاز. ألو، هلا عزوز، وينك فيه؟ طيب جايك الحين، لا تتحرك. مع السلامة. كيف حالك يا ياسر صاحبي؟ هلا للبثارة. ما هو؟ أنت نفسية تردك هنا؟ اخلص علي وش تبي؟ انا صحيت من النوم حصلت نفسي كفته، يعني عامر لعاب وكاذب، كلها 48 ساعه وراجع وضعك طبيعي. يعني متى؟ يعني 3 ساعات 4 ساعات. يعني احمد ربك من زي شخصيتك ذي، انت الكسبان انت وجهك. انت نفسيه يا على اصدرك الله يا نفسيه، انت نفسيه يا اللي يعطيك زارين وجه مبزرة وعطناهم وجه. والله عامر ولا ورا ما تنصب موتارك. انصب؟ وش تقصد؟ تنصب الموتر توقف بذا شهر شهرين يجمع به الغبار، والله ياهو بيطلع نصب يغادي سكبه. اتحداك الجو البطل. اسمع، جهازك شحنه انتهى. عسى ما جاء شيء تابلش المعلك سعدر. لا ما جاء شيء، بس انت شحنه. الا بسالك وش وضع الكساندر؟ ابشرك زام عليك ساندر يبي يستقبله من المطار. كفو كفو، خير ان شاء الله. 20 اتصال ليش؟ سلامات فاضيين انتم؟ يا ابويا عدت يومين ما صار شيء، ايش الهرجة؟ عامر صاحبي رجالي شكوش. انا مبسوط كذا، خلينا زي ما انا. انا يا عامر ما عندي مشكلة، الموضوع ما يفرق معي، بس بشرط تركي يعطيني 1000 ريال لو بشخصيتي سنة كاملة عادي. يا اخوي ما تعرف تتكلم انت، من زينك انتو خلاقينك. عامر انا اطالب اني ارجع زي ما كنت. ايه الجهاز مع عزوز، انا مالي دخل. مسوي نفسك طالع منها يا ابويا، كل اللي احنا فيه بسببك انت. هذا هو ناخذين جهازك. انا وش السالفه؟ لكبتني عامر، رحت استقبلت الرجال من المطار وزعل علي. الكسندر صاحبي رجالي شكوش. يا فقي خليني كذا، اصلا ما ابغى ارجع. sit next to them please. ارتحتوا الحين؟ مسوين زحمة والشارع فاضي، من زين شخصياتكم الأساسية أصلاً. وراك تسوي بتذا؟ حسبي الله عليك.